أولا نجدد تعازي للشعب المغربي في فقدان المجاهد عبد الرحمن اليوسفي اللي هو رمز وطني لكل المغاربة بدون استثناء، وكذلك ندين بأشد عبارة التنديد والشجب والاستنكار ما تعرض له النصب التذكاري الذي نشنه الملك محمد السادس حفظه الله رفقة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي كإشارة رمزية من الملك محمد السادس وكاعتراف له بقيمة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي الوطنية وحب المغاربة له لما أسداه من خدمة للشعب المغربي ولقضاياه العادلة كلها، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضية الوحدة الترابية للمغرب وقضية الانتقال الديمقراطي، عرفانا من الملك محمد السادس الذي كان قد دشن هذا النصب التذكاري وسمى شارع الذي كان في السابق اسمه شارع السلام باسم المجاهد عبد الرحمن اليوسفي اعترافا بكل ما سبق وان قلت واكثر من ذلك. نفاجأ هذا اليوم بتدنيس هذا النصب الذي يحمل اسم شارع المجاهد عبد الرحمن اليوسفي بشتى اشكال القذورات والاوساخ والنجاسات في حركة مدانة من طرف لحد الساعة مجهولين، ولكن يمكن أن نسميهم بأنهم مجرمون وإرهابيون لأنهم قاموا بحركة ضد رمز توفي رحمه الله وهو رمز لكل الوطنيين المغاربة وللمغرب وللمغاربة قاطبة. هذا هو، إذن جئنا إلى هنا لنشارك سكان طنجة على اعتبار أن المجاهد عبد الرحمن اليوسفي هو ابن طنجة البار، جئنا لنعبر في هذا المقام عن شجبنا كما قلت لهذا السلوك الجبان، ولنطالب بفتح تحقيق جدي في الموضوع من طرف السلطة القضائية النيابة العامة، ولنطالب المجلس الجماعي ومقاطعة طنجة المدينة والسلطات العمومية بإقليم طنجة إعطاء العناية الكافية لهذا الرمز التاريخي، لهذا النصب الذي هو عبارة عن رمز تاريخي، أن تعطاه القيمة التي أعطاها له جلالة الملك محمد السادس. فكما تلاحظون أنه وجدنا النصب وقد تلاشت كل مراسم كل رسوم المنقوشة عليه، لم تعد الكتابة موجودة، لحقه الإهمال، لذلك نجدد مطالبة السلطات العمومية بإقليم طنجة إدارية ومنتخبة بالقيام بما يستحق هذا النصب التذكاري لنكون في مستوى الفعل الذي قام به جلالة الملك لما قام بإطلاق اسم المجاهد عبد الرحمن اليوسفي على هذا الشارع، كما قلنا تعبيرا عن حبه للمجاهد عبد الرحمن اليوسفي وتعبيرا كذلك عن القيمة والمكانة التي يحتلها الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي لدى الشعب المغربي قاطبة ولدى جلالة الملك شخصيا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.